يا أطفال، يا أطفال، هذه فامبيرينا، إنها طالبة جديدة في فصلنا. أخبر الجميع بعض الشيء عن نفسك. حسناً. أوبس، آسفة على ذلك. يبدو أنني معتادة على الطيران، أعني أنني حقاً أطير من السعادة. يعجبني حقاً هذا الحماس. هيا ابدأي في الحديث، لكن ببطء هذه المرة. أهلاً، أنا في من ترانسلفانيا. أحب قصص الرعب جداً والدمى الصارخة واللعب على هذا. واو، ما هذا؟ إنها قيثارة. لا، أعني هذا. هل رأيت هذا؟ آسفة للغاية. ثانية، إنها الفاصوليا القافزة التي أعبدتها أمي. لا أعرف لما أنا قلقة، حتى طعامي خائف. أنت بخير يا في، سيساعدك الرسم على الاسترخاء. حقاً، أنا أرجو ذلك. تذكروا يا صغار، عليكم أن ترسموا شيئاً مميزاً بالنسبة لكم. ها هي أدوات الرسم يا فامبيرينا، لكن لنصنع لك ورقة في الشجرة أولاً، ثم تبدأين الرسم. ستضعين ورقتك يا في؟ فعلنا هذا في أول يوم. لابد أنه كان أفضل من هذا. أنسى دائماً أنني لست في ترانسلفانيا. أوه في، لا تقلقي، ستعتادين على كل شيء. حسناً. رائع، الآن سألتقط صورتك ثم أضعها على الورقة في شجرة الفصل. بمجرد وضع الورقة ستصبحين رسمياً عضوة في فصلنا. الآن ابتسمي ابتسامة كبيرة.